يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة مكان الأخدود لو ثبت صحة وجوده في نجران كما يذكر ذلك أهل الآثار؟ الأخدود وديار ثمود وكل آثار الأمم السابقة، الذي أما أنه يزورها يسافر لها فلا يجوز هذا، لكن إذا مر بها في طريقه ونظر إليها نظرة اعتبار فلا بأس بذلك. نعم.